انت مرحبا. مرحبا بك سلام، مرحبا بالاخوين مستمعين مشاهدين راديو مسك. حتى انا نحب ناخذ دقيقتين سلام. اي تفضل. بون نورمالمون راني سلام ما نحبش نبرر، مي واحد كيما نقولوا من لز وهاك شفت معناتها يظل لي برشا قاعدين الكلام تتقال لكونه اليوم في راديو كيما هذايا محترم. مانيش انا باش نكون كيما نقولوا العباد اللي تحكي ناخذ نعمل في البوس، خلينا نكون معناتها ومظبيه راني ما نحبش نوضحها سلام. انت تعرف خدمنا مع بعضنا، يظهر لي كان ما نعطيوش كيما نقدروش ليكيبات وما نحترموش يظهر لي ما نكونش انا بحذاك. اول حاجه نكونوا في نطاق معناتها ديما الروح الرياضيه والاحترام. نجم ما نحبش راني نزيد نعاود، راني كي نعطي راي وديجا حكيت انا ومختار في الاوف يعرفني كلمتي نقولها، قال لي مروان هذيك الحاجه راهي ماهيش باهيه، مي الله غالب سبحان الله انا ما نفخش كيما برشا عباد. يا عباد الله اليوم نعاود نقولها، راني نعطي راي لعبت درج درجين في الكوره راهو رايي الشخصي، تعلمنا منها امور شويه. هو حتى شكون نحترموا الجمعيه، حتى شكون ما نلعبش حتى درج، حتى واحد في القهوه انا نامن من حقه يعطي رايه. انا نعطي راي اما ديما نحترم الجمعيات، احنا تربيتي ما تسمحليش باش ما نحترموش الجمعيات. نجم راي اليوم تسمعوا ولا ما تسمعوش هذيك امور، وراني اخر مره باش نبرر فيها. راني على لساني نقولوا راني مانيش كيما نوعيه العباد. انا اليوم نخدم معاك اسلام خاطرنا نهار دبرت علينا شنو باش نقولوا، ولا نحنا نخموا احنا ديجا كي ندخلوا ما نعرفوا على حد شيء شنو باش تسالنا. ديجا انت تعرف ولذا خويا الناس الكل ما يسالش. نجم اسمع برشا انتقادات، انا حتى كي كنت نكور اسلام مخك يقف في تونس، فماش حتى بلاصه ما مشيت ليهاش لا سبوني وشتم، هذه كل استنس بيه. اما بجوست نوضح للراي العام، لا تقول لي لا بوز لا تقول لي حد شيء، اي جمعيه راهي تاخذ حق. هي انت من اول حلقه مو بشويه حتى خلينا نقولوا التوضيح خاطر برشا عباد وليت انتم تخدموا بينا ونحن نعملوا في البوز. يا سيدي نقول لكم فما حتى حد يخدم بينا، وكان جاي اسلام يخدم بينا مانيش كبش نتيح شدان نروح كون في نار. واخر مره وراني اي حاجه على لساني نقولها سواء في الكلوب سواء في الاسبيرونس سواء في ستاد سواء في الاطوال، راني كلمتي نقولها ما يقص الراس كان ربي. واضح. احمد الصالح مرحبا، عندك دقيقتين انت ولا ما عندك؟ لا انا عندي 10 ثواني بركة باش نرحب بصديقي رضا اللي توحشتو عندي مده ما ريتوش، ولو انه بدا لي ميسيون متعثر نوعا ما، يبدو لي مرتبك شويه خاطر بتاتر هو الحصه وموسم جديد ما نعرفش على السي رضا ما جاش في فورم. ولو اني نحكي شويه على التحليل، هو التحليل ساعات ما يلزمش الانسان فما حاجات يكون عليها شبه اجماع والانسان يجيب موقف هكا غريب شويه، هذاك يخلق نوع من الحساسيات. يما يقعد موقف في اللي قاله مروان تاج في البليلي هو رايه الشخصي، هذاك هو لاعب كره ويعرف، اما فيه نوعا ما من شويه هكا ما نعرفش تجنى نوعا ما على البليلي. خاطر تقول بليلي فالور سيور وملاعب كبير وكاريرو كبير وملاعب قادر الوحيد في الترجي التونسي قادر يعمل لا ديفيرونس. يا ودي اسمعني مانيش تدي، خلينا نزيدوا الرد نوضحوا خاطر اليوم نحن ديما الكلمه اسمعني ساعات كلمه باهيه. انا نحكي ديما اسمع انا ناخذ انا كملاعبي ناخذها من الكوتيج الجمعيه للخصائص. ملاعبي حتى حد لا نعاود لك الملاعب البليلي مش ما دخلتونيش حتى حد لا يشق في قيمته الفنيه. قلت كبر وما عادش ينجم يعاود. يا اخي بلا سور نوصل لهاش انا نمشي. لا رندمون يا ودي العمر مجرد رقم. لا 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 انا من 40 سنه باش نبداو بيرفورمون. هذاك علاش ليكيب ناسيونال ما تكلموش مع بعضكم. هذاك علاش ليكيب ناسيونال خلينا نفهموا اللاعبين. هذاك علاش شادين من اليوم في فلان وفلتان وفي العمر هذاك. عندك خير من مساكني. باش نقعد نقعد اسمع. عندك ماك تحكي على مساكني مثلا عندك خير من ليكيب ناسيونال والعمر اخي مروان كون ما تجينس مع نفسك. تلعب بذرتنا في تونس نحن باللي تعلمناه نغزروا الفيزافي نتاعنا كيما نقولوا لوروب وكريستيانو هاو كريستيانو احنا ما ذرتنا كان لغه العمر مجرد رقم واللي هذا راهو غلط. ذرنا الانتباعيه. يزينا ما كان لغه العمر مجرد رقم. ونفخ في صوت وتحقير من ملاعبي. انا نحكي بروجي سبورتيف. ما تقولش غلط خاطر الغلط في رايك انت صحيح عند الاخر. صحيح عند الاخر. بربي يا سلام خلينا نقول حاجه للمروه. عندنا ضيف بالتليفون يستنى راهو بسرعه. 30 سكوند. اغزر لي اخترت تاخذ الكرسي هذا مروان. باش تقعد باش تنقد البلايلي ولا باش تنقد الفريقي ولا ليتوال حر انت راه، لكن انت راك حر وعطاك ما نعرفش انا الوقت اللي باش تكون موجود فيه وباش تنقد وتاخذ ميكرو يا عاد ما تلومنيش وخاي حتى انا كي نكتب كلمه راه هذاك حر. لا سلمت حتى حد. لا انت توا انت مادام فما سبان انا بالنسبه لي انا يا ودي لا 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 يا سلام نمشي معاك راك لا 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 انا 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 متيم بحب الترجي نسب. لا لا ما تسبش. لا سامحني في الكلمه انت ما تلومنيش انت
اليوم لا سامحني انت جاي باش تربي جمهور كامل في حصه كيما هكا لا هذه فما جمهور يسب كيما انا تسبيت كيما لا ما تنحاش انت تشجعوا في العباد كيفاش تبروفوكي وتحبوا تنحي العقليه يا مروان تبروفوكي وعليه قلت لك بلاش باس نعمل فيها يا جماعه ماشي جايبه جوار بلاف المليارات انت سامحني انت خذيت الكلمه تكلمت وتقلت على بلايلي معناتها اليوم انا نجم نكون فيه معاك راهو يا مختار يا مختار يا سيدي انا نتمنى البلايلي ما ينجحش يا سيدي انت ركبتني تهمه انت انا الاعتبارات قلت لي بروفوكي علي بروفوكي فيه انت اعطيت راي اعطيت راي مش بروفوكي لا ما راي هذاك لا ما بروفوكيش ما نعرفوش الجمهور الرياضي على الرياكسيون تاعو هذيك ثقافتنا وهذاك سلوكنا كتير علاش جوارات تسبق امها هاي كل واحد يخرج يقول لك تسبق امي برشا جوارات تكرت هاي برشا جوارات انت ما تسبيتش تتكون سبيت اكثر من هكا سبيت ميم انا اليوم اسمع مش اليوم راني جاي على كرسي باش نبروفوكي العباد راني انت هاك تعرفني اسمع كنا حكينا في الاوف كلمتي كلها المشكل مروان ملاحظاتك كلها تخص التعزيري الكرسي لا خاطر ديما ملاحظاتك تكون هكا غريبه شويه ومش منطقيه ديما فيها تجني نوعا ما على التعزيري الكرسي سامحني انا راح حاجه غالطه ما نتكلم غالطه بارابور كوا تحبوا نحكيو على التسمسير ونحكيو على برشا حاجات بلايلي ما فيش تسمسير سيبنا عبد ما تخليوش تدخلوا في بلايلي امنيت اي جمعيه سيبنا سعداو مش موضوعنا راهو اليوم نقطة تحبوا نحكيو على حاجات تحت الطاولة تاع نقعدوا نحكيو فيها السمع يا مروان مالا سيبنا هذيك نقطة جبدناها ونتعداو سيبنا